كيف تنشوفوا اليوم وشفتيو الجميع ف وهذا اللي تم بحضور الرئيس تاع الفيفا والرئيس الكاف لسي جاني انفانتينو ولسي موت سي بي. شيء مؤسف جدا اليوم في الرياضة هو أن يحرم فريق وطني مغربي يستعد لمدة 6 أشهر بصورة مسترسلة وبصورة جدية باش يشارك في الشان ويمشي يدافع على الحدود نتاعو ويدافع على اللقب نتاعو. مؤسف جدا أن يبقى اليوم في المطار لمدة ساعات ينتظر ترخيص باش يمشي يشارك في بطولة إفريقية كما قلت شارك في إقصائياتها مسبقا واستعد لها جيدا. فالأمور أو الملتقيات الرياضية وجدت باش تعطي الفرصة لهذا الشباب، وجدت باش تعطي الفرصة لشباب لإبراز مواهبهم. وما نعيشه اليوم أن الفريق الوطني المغربي لحد الساعة في قاعة الانتظار شيء مؤسف في حقي كما قلت شباب اشتغلوا لمدة سنوات واستعدوا لهذه التظاهرة لمدة أشهر واستعدوا على جميع الجوانب للمشاركة في التظاهرة من جهة وللدفاع عن لقبهم من جهة ثانية. نذكر بأن الفريق الوطني يعني حاز على اللقب لمدة دورتين متتاليتين واليوم تعيشون وتنظرون وتشوفوا هذا الواقع الذي يعني يبين بوضوح الرغبة الرياضية نتاع المنتخب الوطني والمغرب باش يعني نشاركوا ونلعبوا تظاهرة رياضية بحتة. وكتشوفوا الانتظار كما قلت نتاع هذه المجموعة الشباب الذين اشتغلوا لمدة سنوات من أجل هذه المشاركة ولا زالوا ينتظرون هذا الترخيص للتمكن من الذهب. I think that's the new thing.